يعني زينب رح نروح لصعوبات التعلم، وهو موضوع واسع ومتشعب ما بين الأنواع والأسباب واختلاف الاستراتيجيات المتبعة ودور كل من الأهل والمدرسة تجاه الطفل في يعني تمكينه والتغلب على هذه الصعوبات. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع بسرنا نرحب بالاختصاصية، اختصاصية صعوبات التعلم يارا أحمد. صباح الخير يارا، كيفك؟ صباح النور، يسعد صباحكم. يعني نهارنا هيك جميل اليوم، بس الحمد لله مع الطفل. بداية خلينا نحكي عن مفهوم صعوبات التعلم، أنواعها وأسبابها. تمام. هلأ أطفال صعوبات التعلم هم أطفال طبيعيين، نسبة ذكائهم تتراوح من 90% إلى ما فوق. هلا بدي أعرف عن مفهوم صعوبات التعلم. مفهوم صعوبات التعلم هم الأطفال الذين يعانون من صعوبات وتحديات أثناء محاولتهم للتعلم. لكن هون الطفل لا ما لازم يكون عنده لا إعاقات سمعية، لا إعاقات سمعية، لا ولا إعاقات بصرية، ولا إعاقات إنه عقلية، ولا عنده اضطراب انفعالي. تمام. هدول الأطفال بس نحن ننتبه أو نشخصهم إنه هني ما عندهم هدول المشاكل، ممكن نحن ننتبه إنه هذا الطفل عنده صعوبات تعلم. نعم. طيب هلأ هدول الأطفال صعوبات التعلم، نحن كيف ممكن نحدد الأسباب؟ أول شيء أسباب صعوبات التعلم، أول شيء عنا عيوب في المخ، فهو عيوب في الجهاز العصبي المركزي. الثاني سبب عنا هو العيوب الوراثية، وهي كتير شيء مهم عنا. العيوب الوراثية هي اللي بتأثر على الطفل من خلال الوالدين. نحن مندقق وقت اللي بنعمل دراسة حالة للطفل إنه هذا الطفل عنده في تقارب بين الأب والأم، لحتى نشوف هذا الطفل بيعاني من مشاكل وراثية أو لا. عن السبب الثالث هو السبب إنه التلوث البيئي. التلوث البيئي نحن كتير كمان مهم عنا، لأنه نحن بعد دراسات قمنا فيها إنه نسبة الرصاص وقت اللي بتكون مرتفعة عند الطفل بيؤدي إلى صعوبات تعلم. وأهم سبب عنا هو الأم، يعني إنه المشاكل بتعاني من الأم. نعم. إن كانت بفترة الحمل أو أثناء الولادة. خلال فترة الحمل نحن بنعرف إنه الأم ممكن تتعرض لانفعالات، لمشاكل نفسية، لا ممكن إنه تدخن، هي بتكون عم تدخن، هي بتكون عم تتناول عقاقير وأدوية هي ما الدكتور محذرة منها أو ما مختارة عارفان هي الأدوية مهمة. نعم. أو لا. نعم. كمان إنه الأم إذا هي تعرضت لضغط نفسي، انفعالات مثل ما نوهت من شوي، فهي ممكن يؤدي هذا الطفل يخلق عنده صعوبات، يعني يؤدي إلى صعوبات التعلم. وعندنا مشكلة أثناء الولادة، إذا الطفل هذا كان عنده مشكلة إنه صار عنده التفاف حول إنه يعني نقص بالأكسجة، بيؤدي إنه هذا الطفل يصير عندنا معه صعوبات تعلم. وعندنا ما بعد الولادة، بعد الولادة نحن كتير هذا الشيء كمان مهم بالنسبة، لأن إذا تعرض الطفل لا مثلا ضربة على الرأس، وقع انه ادت بتأدي عنا لصعوبات التعلم، للطفل يصير عنده صعوبات تعلم. نعم. تمام. هلا هدول الاسباب مجمله حكيت عنهم. هلا انا رح احكي كمان عن انواع صعوبات التعلم. هو انواع صعوبات التعلم عنا نوعين، صعوبات تعلم اكاديميه، صعوبات تعلم نمائيه. صعوبات التعلم النمائيه هي بتضم الانتباه، الذاكره، التركيز. أما الصعوبات الأكاديمية هي بتضم القراءة، الحساب، الكتابة. فهدول نحن عنا نوعين مهمين، نوعين لصعوبات التعلم. نحن بنقدر الطفل نحدد بوقت بيجي لعنا الطفل، نحن بنعمل له تقييم لحالته بعد ما بيتم التشخيص عن حالته، بنعمل له التشخيص. بعدين نحن هذا الطفل بس يبين عنا أنه نسبة ذكائه من 90 إلى ما فوق، فهو نحن بعدين نحن بنقيم حالته من نوع بنشوف نوع الصعوبات الموجودة عندنا. نعم. يعني خبرينا يارا، اليوم عم نشوف كتير أولاد عم بيعانوا من تشتت انتباه، تأخر نطق، صعوبات تعلم. هي الأشياء من زمان يمكن ما كانت موجودة. طبعا مرقنا بفترة صعبة مثل ما قلتي، في كتير أولاد هلا عم يتعالجوا. الفكرة هي دائما السبب، مثل ما قلتي نعالج السبب، وعم يختلط هي الأمراض بمرض التوحد بالأمراض الثانية اللي ممكن عم تترافق وما عم تنتبه عليها الأم. طبعا. اليوم شو بتنصحي لأي سن المفروض الأم تراجع أي مختص لما تشوف مشكلة معينة عند ابنها؟ تمام. هلا عندك طفل صعوبات التعلم، هو بيتشخص من السنة الدراسية الثانية. نحن بنترك الفروق بالروضة لا بس تعني.
بالسنه الدراسيه الثانيه. هلا نحن بنترك الطفل بالكي جي 1 والكي جي 2 والسنه الدراسيه الاولى، بنتركه انه مترك الفروق الفرديه النمائيه للطفل، لحتى هو نحن مشان ما نظلم الطفل بهي المرحله، فنحن بنترك الفروق النمائيه للطفل بعد هي المرحله بس يخلص الفصل الدراسي الاول. نحن من هون بيتم التشخيص عند طفل صعوبات التعلم. طبعا نحن بنكون منتبهين على المظاهر، بعدين بعد ما بنتم الانتباه على المظاهر بنشوف هذا الطفل بعد السنه الدراسيه الاولى ضلت هاي المظاهر اوكي، نحن هون بيتم التشخيص عن طفل صعوبات التعلم. وانا كثير بهمني الاهالي والمعلمين يعني اللي عم يشوفوا الحلقه هلا ينتبهوا على الخصائص والسمات اللي بيتمتعوا فيها اطفال صعوبات التعلم، لانه هن هلا اذا هن انتبهوا عليها وقدروا يتعرفوا عليها فهن كثير بهم بيساعدونا بالتشخيص المبكر لاطفال صعوبات التعلم. وهلا رح احكي عن شو هي المظاهر اللي هن يعني ممكن الاهالي والاباء والمعلمين يكتشفوا انه هذا الطفل عنده صعوبات تعلم. عندنا المؤشرات، هي المؤشرات الاساسيه للطفل بين يعني هن ثلاث مراحل عمريه للطفل. عندنا الطفل من 4 سنوات الى يعني ما قبل المدرسه، وعندنا الطفل من عمر 4 سنوات لتسع سنوات، وعندنا الطفل من عمر 9 سنوات ل 17 سنه. عندنا الطفل هو من عمر 4 سنوات لا يعني من وقت اللي بيخلق لعمر 4 سنوات، انت هون بدك تشوفي انه هو مثل اي طفل طبيعي ولا لا. الطفل بعمر 4 سنوات هو ممكن يتعرف على الحروف، ممكن يتعرف على الأشكال الهندسية، ممكن يتعرف على الألوان، يعني يكون هو وقت ما بيكون عنده مشاكل بالنطق، ما بيكون عنده مشاكل بالشذوذ عن النغمة. فنحن هون بننتبه الطفل هو عنده ذاكرة قصيرة الأمد طويلة الأمد، نحن بننتبه على هدول السمات الموجودة عند الطفل. هو عن جد هو إنه مثل الطفل الطبيعي، يعني أنت وقت بتقارنيه بأقرانهم يعني إذا عندك أولاد أو عندك رفقاته بتشوفي إنه هو عم يمشي بنفس السوية اللي عم يمشي فيها الطفل، بتلاقي إنه هو ما قدران يتعرف قد ما علمتي وقد ما كررتي له، هو عم يضل يخربط بين الأشكال الهندسية، عم يضل يخربط بين 2 و6 هو ما عم يعرف يتعرف عليهم، عم يضل يخربط إنه هو ما عم يقدر يميز صح بين الاشكال، بين التمييز البصري عنده ضعيف والتمييز السمعي والبصري. فنحن هون بنشوف الطفل عنده هدول، ما عم يعرف يمسك القلم، ما عم يعرف يمسك الطبشوره، ما عم يعرف يكتب منيح. بنشوف هذا الطفل انه كمان انه عم يعرف يربط الشوز تبعه منيح، ما عم يقدر. فنحن هون بدنا نشوف هذا الطفل عنده هاي كل المشاكل، فنحن هون طبعا ما بنشخصه بهاي المرحله، مثل ما قلنا بنشوف هذا الطفل عنده هاي السمات بنتركه بنضل نراقبه مع مراقبه لحتى يجتاز الصف الاول. هلا عنا مرحله من 4 سنين ل 9 سنوات بنشوف هذا الطفل غير قادر على التهجاء، غير قادر على القراءه، غير قادر على الكتابه املائيا صح. دائما بتشوفوه انه هذا الطفل عم يكتب مثلا انه التنوين عم يكتبه نون والف، نعم. مثلا عم يكتب املائيا عنده خطا املائيه كثيره، نعم. ما عنده صعوبه بالعمليات الحسابيه الجمع والطرح. بتلاقي هاي الصعوبه انه هالاطفال الطبيعيين انه هن متجاوزين هاي المرحله، هو نحن كثير عم نلاقي صعوبات بهي المرحله. عندنا المرحله الثالثه والاخيره هي المرحله من عمر 9 سنوات ل 17 سنه، نعم. وهون عم تواجهنا نحن كاخصائيين كثير مشكله مع هذا العمر، لانه نحن الاهالي عم يتركوا الاطفال انه انا قدران اشتغل معه، لا ابني ما معه شيء، عم يتجاهلوا فكره انه لا هذا الطفل عنده مشكله، فعم يتركوا الطفل، هن عم يحاولوا عم يبذلوا مجهود اكثر من المعتاد لحتى يقنعوا حالهم انه هذا الطفل ما في شيء. فنحن وقت عم يجي هذا الطفل لعنا مثلا عم يكون بالمرحله بين صف السادس والسابع، هون في مرحله انتقاليه يعني، فنحن هذا الطفل عم يجي لعنا، فنحن عم تقلنا الام انه ابني عنده ذاكرته قصيره المدى، ما عم يتذكر، عم ينسى كثير، هذا الطفل ما عم يعرف يقرا. طب انه انتم تاركينه كل هالمرحله وجايين لهي المرحله بدكم تشتغلوا عليه، يعني لهيك نحن بهمنا كثير التشخيص المبكر. وبهي المرحله بالذات بكون انتقال عنا لمرحله اعلى بكثير ومعلومات ضخمه جدا، فالطفل كثير بيعاني من هذا الموضوع اذا طبعا ما تشخص بشكل مبكر. فهون الطفل غير قادر على القراءه، غير قادر على الكتابه، غير قادر على اجراء العمليات الضرب القسمة الجمع، غير قادر على التنظيم والترتيب، غير قادر على انه هو يجاوب على الاسئله بشكل صحيح، دائما بيجاوب بشكل مختصر وبيعطي كلمتين ثلاثه، ما قادر يعبر عن حاله، ما قادر يعبر عن ذاته. فنحن بننتبه لهي السمات كثير منيح لحتى الطفل عنا ينمو بشكل صح ونقدر نتجاوز هي المشكله. نعم، يمكن ذكرتي نقطه كثير مهمه انه الكشف المبكر عن صعوبات التعلم تساعد الاهل وايضا الاخصائيين والمعلمين في العلاج. طيب. هيك كلمه اخيره حابه توجهيها لكل يلي عم يتابعنا اليوم وخاصه يلي عم بيعاني من هيدي القصه، او حتى
يلي مو منتبه له. طيب هلا انا بهمني هون وجه كلمه بشكل اولي للاهالي وبشكل ثانوي للمعلمين. الدور الاكبر للاهالي، نحن الاهالي وقت اللي بيتفهموا مشكله الطفل ذوي احتياجات ذوي صعوبات التعلم، فنحن هون الطفل بس نحن انه تم الكشف عنه، تم التعامل معه بشكل منيح، رح تطلع عنا نتائج منيحه ونقدر نتجاوز هي المشكله مع بعض. طيب انا الاهل شو بطلب منه؟ بطلب من الاهل ان التفهم التفهم لمشكله الطفل، انتباه لسماته والخصائص اللي نحن حكينا عنها لحتى نقدر نتجاوز هي المشكله. ثاني شيء التعاون بين المدرسه والمركز المختص او الجمعيه المختصه والطفل. وقت اللي بيصير في تعاون نحن قدرانين نتعاون ساعه ندمج الطفل نقدر نتجاوز هي المشكله مع بعض. يعني النصيحه الاخيره اللي بحب اوجهها هي للمعلمين ان هن يتفهموا حاله الطفل. ما نحن عندنا بالمدرسه حاليا في عندنا 30 و40 طفل، فهن طفل صعوبات التعلم عم يلاقوا معه مشكله لحتى انه هو يستوعب، استجابته بطيئه، ما بسوية رفقة، بين بسوية زملائه، فهن عم يتجاهلوا، ما عم يعرفوا يتعاملوا معه، عم يكون هذا الطفل عم ينهمل، عم تزيد المشكلة. فالمعلمين وقت اللي بيلاحظوا انه هذا الطفل عنده مشكلة، انه طلب خاص انه هذا يتحول لمراكز الدمج او يتحول لعند اخصائي لتشخيص حالته واعطائه جلسات فردية للتخلص من هي المشكلة، يعني للتخلص من سماته لنقول هي المشكلة. حلو كثير. نعم، يعني يمكن كمان أهم نقطة أنه الأم تعطي وقت منيح لطفلة وتقعد معه، لأنه هي كمان النقطة بهي الحياة الصعبة العملية للأمهات شوي قليلة بما أنه بيقضي أكثر وقته بالمدرسة وشوي من وقته بالبيت. نشكرك على كل المعلومات كل استفاد منها. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. بشكركم كثير على الموضوع الموضوع المهم حاليا، وخصوصا بهالفتره هلا الفصليه. الاطفال بيكونوا خلصوا من المذاكرات، بيكونوا انتهوا من الفصل الدراسي، بيكونوا بنصه، فهن قدرانين ينتبهوا على السمات وينتبهوا كيف قدرانين يحلوا مشكله اولادهم. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا، ان شاء الله يكون لنا وقفات ثانيه لمواضيع ايضا مثل هذا الموضوع مهم جدا.